مرحبا يا حلوين، لقد اشتقت إليكم. اليوم سأخبركم قصة جديدة. إنها قصة عن طفل يتعرض للمضايقة، وأخيه اليوم سنتكلم عن التعزي. التعزي هو عندما نساعد ونريح أحد حزين. لنستمع إلى قصتها اليوم. كان هناك ولد يبكي في الحقيقة لأنه سخر منه رفقائه. أتى أخ طويل القامة وقال صارخا للأولاد: ارحلوا من هنا، لا تزعجوه. ثم هرب الأطفال الذين كانوا يضايقونه. أنت بخير؟ هل تأذيت؟ لا تبكي، لن يزعجك أحد الآن. سنرسم اليوم الولد والأخ الكبير.
عند غروب الشمس. لأن الأخ يعزي الطفل، وهذا مشهد جميل. أنهينا الرسم. كانت قصتنا اليوم عن أخ كبير يذهب إلى طفل يسخر منه الناس ويعزيه. هل من الجيد أن نضرب ونضايق رفيق ضعيف؟ لا طبعاً، علينا أن نكون أصدقاء الذين يريح الشخص الحزين. إذن أراكم المرة القادمة. باي باي.